وتما لمبات هاي لمبات معك في الدار. نقولوا بلي حاوزني بابا والعجوز. نقولوا عاود تما صرا لي بروبليم دوكا مع الشيخ وهم بالو بلي مقبله كنت انتك معاهم. قلوا تما عيط لي الشيخ وخلي يصيبهم السجين للدار. شكون نقدر نجي من بعد عندك؟ شكون نقدر نجي عند اه اي والله هادي ونشوفوا اسكو يقبل ولا لا. واش يعبدوا؟ واش خو صافا؟ اسمع عيط لي دوكا الشيخ صرا بروبليم انا درت بانيك البارح في الدار يا خو. عيط لي بابا. انا درت بانيك انا درت بروبليم البارح في الدار عبدو. هكذا وقال لي عيط لي بابا قال لي اسمع ما تجيش تدخل للدار يا اخو. يا اخو واش غنقول لك انا يا اخو راني في حقك ارجو يا اخو. يا اخو انا دوكا الشيخ بابا ويما حوزوني راك فاهم؟ دوكا ما عندي وين نبات يا اخو افار انت يا حبيبي العزيز الغالي يا اخو ما كاينش شكون اللي يوقف معايا يا اخو. اسمع اليوم نجي نبات معاك اليوم اخو. اي مكسر الدار معليش نسي نبات معاك عبدو اليوم. يا اخي ما نديرونجيكش عبدو في الدار راك تعرف. وسير فات هذيك تعطيها لي من بعد بيها لاكوست. ديرها في روحك يا اخو تعيط لي ما نقدر يا اخو ما كاش كيفاش نجي ليك نعاون. اسمع اما فهم يا اخو واش كاين يا اخو. بصح كيفاش دير تقول لي ما نقدرش يا اخو. يا اخو غالب ما نقدر. علاه ما تقدرش يا اخو اش بيك تعيط جامي جامي هدرت معايا هكذا بصح يا اخو جيتني بلا فاصو عيانه يا اخو. جامي قصتك في كاش عفسه قلت لك عاوني قلت لك هكذا قلت لك هذه تما بيتني مع بيتني عندك يا اخو غير سمانة برك يا اخو. لا لا ما نقدر. لا لا ما تقدرش يا اخو تخلي خوك برا يا اخو. لا غالب يا اخو ما نقدرش. اي نجي تعطي لي 500000 بعت شويه سلعه. نافيقي لي 500000 عبدو ما باليش ندير بها شي حاجه. يا صح اخويا اسمح لي دوكا انت وينك تبات وينك ترقد؟ انا دوكا راني نبات دوكا هكذا دار مالك. دار مالك معلش يا سيدي في دار مالك بالك جدك ولا جداتك تخليني نبات معك. لا شديت ما شديت. يقدروا يا اخو يقدروا ربي يهديك. ضيقه الدار ضيقه. عبدو هذا فوالا بالهذا يا خويا انبات اروح فات شرفات اروح تناطق شرفات 500000 اروح ناطق 500000 يا خويا الله يبارك. واش تقول عبدو هذا لو يشوف فيك؟ قول له بلي انا قصار هنا ماهوش جايبات عبدو هذا يكون انت اخويا ومون فرير جامي نسمح فيك واك تعرف وهذا عبدو باش نقول لك اسمه ميت بابا ويتيم غير هو وراسو وراس يماه سما خويا واش ندير واش العفسه اللي تكون عندي تكون عندي يا خويا بارك الله فيك عبدو. قلنا كاميرا كاشي يا اخو او معك حبيبي راه معك جورناليست النهار خويا واش راك؟ صافا خويا لاباس بيان يا خويا مالغري ما وقفت معاه مي قال لي انا صاحبي وحبيبي اه معليش بصح انت يا اخي ما زعفتش علينا بصح لا لا بصح صاحبك خويا يبالك تشوف فيا انت يا صاحبك والله يا خويا بيتي ومعك نار على باليش انا لقى روح ديرك هكذا خو نقول لك شكرا اللي شاركت معنا في ابل مع ياسين وصح فطورك.